خلطت أنا مزبوط إذا متوفر عندك، بس هي كويسة. وقدك تخلطي كباب الخشخاش منسميه، بس نعمله بالصينية. أنا هاي الكبابة مميزة بإيش؟ إنه بدي أفحمها أعطيها طعمة الشوي، بس بنفس الوقت أنا بدي أعملها بصينية، ما بدي أعملها على السياخ الخشب وأحطها، لا بالصينية. هاي دهنة مثل ما قلت لك، هاي دهنة أنا متوفرة عندي، دايما ذكرت شلون بعملها. طبعا بتحبي سمنة كمان أنت حرة، بيصير انا عم بعرض بالطريقه اللي بتحبيها استعمليها انت. في ناس بيحطوا زيت، هنن طبعا حرين. انا هاي الكباب هاي سكينة العجانة، مي الفرامة العجانة، بتكون هيك شكلها المعدني، مي شفاف. طيب أنا هون بدي أحط اللحمة الثانية، هاي بدي اعملها خشخاش. انا شوفي ما بحط بطالعه فورا لبرا، بحطها للكبابه. مثلا بدي اعمل الكبابه بشيلها من الفريزر بحطها بالبراد، ما بحطها برا يعني متلجة لساتها، هو افضل. الا اذا انتبهتي عليها طبعا، بدك اياها مستعجله حطيها بكيس نايلون، وربطي الكيس النايلون وبحطيه بمي باردة، مي حنفية يعني، مو باردة باردة، حنفية. بتلاقيها بعد ساعة حلت. فرضنا بحال نسيتي انه طالع اللحم فيك من الفريزر، طيب انا بدي احط ملح بهار أبيض، البهار الحلبي الكل بيعرفه، ما في أطيب منه. انتي جيبي المكونات واخلطيها، بتروح معك 6 شهور. بدي أخلط بقدونس مع اخلط مع بصله ناعمه، هي ما بتفرم، تحبي البصله تفرميها على ايدك، بتحبي بالمكسر. انا شوفي شلون، مثلا امبارحه انا فرمت سلطه، زادت هالبصله، وانا اليوم بدي اعمل كبابه، حطيتها بنايلون تغليف وحطيتها بهالعلبه. نحن من خلال وصفتنا وطبختنا خلينا نعرض شغلات مهمه للمبتدئات. بدي احط توم، هذا هو تومي الابيض الناصع، عرضت طريقته تاخذ العقل. طبعا انت حره، في منهم ما بيحبوا الا توم، انت حره. في منهم بس بقدونس بحطوا له، وراح اخلطه انا بسوي بحط تلجاي وحده معه. انا هون ما عم بخفق، عم بخلط. طريقه كتير حلوه للخلط، حبتين تلج وعلى مهله خليها تنخلط. هاي كبابتي بمدها بالصينيه بهالطريقه، بتحبي تعمليها
بتحبي تعمليها شبطيات. إذا بتتذكروا الكباب اللي بنعمله عند القصاب كتير طيبة. ليش؟ لأنه بشوية على فرن الحجر بتعطيها طعم بياخد العقل. أنا هالشي بدي أعمله عن طريق فحمة الأرجيلة، بشعلها على الغاز هي بتشعل. تمام؟ شلون وقت تعملي أرجيلة؟ أنا بحط هون بهي الصينية، بحط صحن صغير هيك، بحط فيه بقلبه إما دهنة أو زيت أو سمنة، معلقة صغيرة بس. بجيب هالفحمة بحطها وبغلفها للصينية وبتركها تقريباً 10 دقايق لربع ساعة، بتصير طعمتها بتجنن. جربيها وشوفي، كتير طيبة. أهلا وسهلا فيكي صبري.